قال الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، قال في كتاب الزكاة باب في زكاة الغنم، قال أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الصدقة في الغنم في كل 40 سائمة شاة إلى 20 100، فإذا زادت ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت شاة لم يجد فيها إلا 3 شياه حتى تبلغ 400، 400، 400، فإذا بلغت 400 ففي كل 100 شاة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب. قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب لأهل الجنة مع عمرو بن حزم رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال في 40 شاة شاة إلى أن تبلغ 20 100، فإذا زادت على 20 100 على 20 100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة إلى أن تبلغ 300، فما زاد ففي كل 100 شاة شاة. قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين أن النبي كتب لهم كتابا صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه. جزاكم الله خير، احسن الله عليكم. في هذين الحديثين بيان على الغنم وزكاة الغنم ونصاب الغنم. احنا قلنا شرطان مهمان في الزكاة، لابد ان يبلغ المال نصابا ليتحمل المواساة، لابد ان يبلغ نصابا، وايضا الثاني يعني ان يحول الحول عليه. ويستفاد اولا من وصف الغنم بالسائمة، هنا فيه دلالة على ان الزكاة لا تكون في الشاة الا في الشاة السائمة، الشاة المعلوفة التي تكلف لها صاحبها، تكلف لها طعاما ورعاية. وأما الشاة السائمة مرحرحة كما يقولون، ترعى وتأكل ولا يتكلف شيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم، وهذا قيد، والقيد هنا يعمل به خلاف الحنفية الذين لا يقولون مفهوم مخالفة، فمفهوم مخالفة غير السائمة ليس فيها زكاة. والمفهوم مفهوم صفة، ومفهوم الصفة إذا تناسب الحكم، يعني تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها يعتبر، وإلا فلا. وقلنا الحكمة بذلك الـ 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 وقلنا بذلك بأنه خفة المؤنة، يعني ما يتكلف، لذلك ألزمناه بالإخراج. ووقت الشارع أنصبة للغنم، قال في كل 40 شاة سائمة شات إلى أن تبلغ 20 100، أي تأخذ شات واحدة إذا بلغت الأغنام إلى 120، فإن زادت على 20 100 واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، فإن زادت ففي كل 100 شات، في كل 100 شات شات. هذا يكون مقدار الزكاة في هذا الباب. نقول من 1 إلى 39 ليس فيها شيء، من 1 إلى 40 فيها شات، ومن 40 إلى 120 ما فيها إلا الشات أيضا، من 121 إلى 200 ففيها شاتان، من 201 إلى 399 3 شات، لو زاد عن 201 إلى 300 إلى 400 يعني 3 شياه، من 400 إلى 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 499 ففيها 4 شياه، من بعد ذلك 4 في الخامسة في كل 100 شات شات. وقالوا في السادسة من 500 إلى 599 5 شيات، وما زاد بعد ذلك ففي كل 100 شات شات. ولذلك قال هذا النصاب الذي يأخذ منه كما قلنا من 40 ل 120 شات، من 121 ل 200 شاتا، من 201 ل 399 3 شياه، من 499 4 شياه، من 500 ل 599 5 شياه، هكذا ما زاد عن ذلك في كل 100 شات شات. وفي قول لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا ذات عيب. الهرمة هي عجوز كبيرة السن، لأنك تنظر بنظرين، نظر إياك وكرام الأموال، والنظر الثاني تيمم الخبيثة منه تنفقون، فلا بد من الموازنة، فلا يأخذ العجوز كبيرة السن ولا ذات العور معيبة ولا العوراء التي عينها حول أو أصيبت عينها، ولا ذات عيب كأن تكون هزيلة جدا ضعيفة لا تغني الفقير،
فلا بد من النظر في الأمرين، إياك وكرام الأموال، وأيضا لا تيمم الخبيث منه تنفقون. وهذا أصل الأصول في مسألة الغنم بالأنصبة من 31 ما في شيء، من 40 إلى 120 فيها شات، من 121 ل 200 فيها شاتين، 201 إلى 399 فيها ثاشية، من 400 إلى 499 فيها أربع شيء. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد قشطة تدعو لنا الله. زكاة البقر. قال رحمه الله: باب في زكاة البقر. قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق والأعمش عن مسروق والأعمش عن إبراهيم قال أنهما قال معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من كل 40 بقرة مسنة، من كل 30 تبيعا أو تبيعة. نعم. قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن أخذ من البقر من 30 تبيعا حولية، ومن 40 بقرة مسنة. قال حدثنا أحمد بن يونس عن أبي بكر بن عياش بنحوه. أحمد الله عليه وسلم. جزاك الله خير. وهذا أيضا فيه زكاة البقر، وهذا حديث أصل في وجوب الزكاة على البقر، وهذا أمر مجمع عليه بين الصحابة أجمعين. فعن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله أميرا إلى اليمن عاملا على الزكاة وغيرها، أمره أن يأخذ زكاة البقر من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، والتبيع ما له سنة، ومن كل 40 مسنة يعني أو مسنا وهو ما له سنتان. وهكذا تكون زكاة البقر بهذا الباب من 29 ليس فيها شيء، من كل 30 إذا بلغت 30، أول النصاب 30، إذا أول النصاب 30، إذا بلغت 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيع، إذا بلغت 40 إلى 59 لها مسنة. يبقى من 30 إلى 40 تبيعا، من 40 إلى 50 أو 59 مسنة، ومن 60 ل 69 تبيعا، ومن 70 ل 79 مسنة وتبيع. يعني المهم في هذا الباب من 30 فيها مسنة فيها تبيع إلى 40 يكون فيها مسنة، وأنت تمشي على ذلك. حياكم الله وبياكم، أحسن الله لكم. ومن 70 إلى 79 مسنة وتبيع، ومن 80 هكذا كل 10 و 20، 10 يكون تبيع، 20 يكون مسنة، وهكذا دواليك. من 80 إلى 89 مسنتان، ومن 90 إلى 99 يعني 100 ثلاث أتباع، ومن 100 إلى 109 مسنة وتبيعا أو تبيعتان، ومن 110 إلى 119 مسنتان وتبيع، ومن 120 إلى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع، وهكذا ما زاد عن ذلك في كل 30 تبيع أو تبيع، وفي كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، هكذا على نفس الوتيرة والسير إلى زكاة الإبل. قال رحمه الله: باب زكاة الإبل. قال أخبرنا الحكم بن مبارك قال حدثنا عباد بن العوان وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أخذها عمر رضي الله عنه فعمل بها من بعدهما. صلى الله عليه وآله أبو بكر قال: قتل عمر رضي الله عنه إنها مقرونة بسيفه أو قال بوصيته. قال: وكان في صدقة الإبل في كل 5 شاة إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، ولم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. يدفع الفرق أحمد علي. نعم. فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، وإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جزعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. قال حدثنا محمد بن عيينة عن ابن إسحاق عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي بقوله صلى الله عليه وسلم. هناك هنا في قوله: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة أنواع المال وما يحق فيها من زكاة، فلم يخرجه إلى عماله أي يطلعهم عليه، والمراد بعماله أمراء الأمصار الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض، أي باقي كتاب الصدقة عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات.
في قوله أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما، ولقد قتل عمر فيهم لشدة تأسي الصحابة رضي الله عليهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الحيد عن ذلك. أبو بكر نفسه قال أخشى يعني أن أخالف السنة فيزيغ قلبي. ونفذ ما جاء في هذا الكتاب مدة خلافتهما حتى مات، والنجاة كل النجاة في إمضاء السنة والعمل به، حتى قال لما قال له وكلمه في عزل خالد قال كيف أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته أي حفظه مع سيفه، وفي هذا إشارة إلى أن من منع ما في هذا يعني يقاتل بالسيف، وقد وقع المنع والقتال في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه، وثبت على القتال وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وهذا الحديث في بيان نصاب الزكاة من الإبل، ففي كل خمس من الإبل سائمة شات، أي تأخذ زكاتها شات من الغنم في كل خمسة، والسائمة هي التي ترعى أكثر الحول، وكنا السائمة لا يتكلف عليها صاحبه. ثم بينا نصاب الزكاة وأن نصاب الإبل والزكاة فيها، نصاب الإبل إذا بلغ يعني خمس شياة، يعني من واحد لأربعة ليس عليه شيء، إذا بلغ خمس شياة خمس إبل أسف خمس زود ليس في دون كما قال أن نسأل ناس فيما دون خمس زود صدقة، خمس إلى تسعة يجب فيه شات واحد، خمس عشرة يكون فيه شاتان، كل خمسة شات، خمس إلى 19 ما زالت شاتان، لكن 20 يكون فيه ثلاث شياة، ومن 20 إلى 24 فيها أربع شياة، من 20 إلى 25 فيها أربع شياة، والشات من غير جنس الإبل لأن إجاب شيء من الإبل فيه تضيع مال الرجل أصالة، وما يستحمل المال لا يتحمل المؤسة. أنا بلغنا إلى أنه يعني إذا زادت واحدة على الأربع شياة ففيها ابنة مخاض. إحنا ابتدأنا في الأول في هذا الباب أنها من 20 إلى 25 فيها أربع شياة، ولو أخذنا من الإبل في أول النصاب لكان هذا إجحاف، وكما قلنا القاعدة العامة في مسألة الزكاة هي عدم إياك وكراء من أموال، وأيضا عدم أخذ العوار ذات العوار أو المعيبة للفقير. فإذا زادت على 24 واحدة ففيها ابنة مخاض، من 25 بنت مخاض، فهي الإبل التي أتى عليها حول ودخلت في الثانية وحملت أمه، فلم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر، وهو ما دخل في الثالثة وصارت أمه لبونا بعد الحمل إلى أن تبلغ 35، فإذا زادت على 35 واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ 45، فإن زادت واحدة على 45 ففيها حقة طروقة الجمل، أي بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة إلى أن تبلغ 60، فإن زادت على 60 واحدة ففيها جزعة، وهي التي أتى عليها 4 سنين ودخلت في الخامسة وسميت بذلك لأنها جزعت مقدم أسنانها إلى أي أسقطته إلى أن تبلغ 75، فإن زادت واحدة على 75 ففيها ابنة لبون، إلى أن تبلغ 90، فإن زادت واحدة على 90 ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ 20 و100، فما زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة طروقة الجمل، فتكون زكاة الإبل إذا بلغ نصابها 25 حتى 35، وجب فيها بنت مخاض، وفي 36 حتى 45 بنت لبون، وفي 46 إلى 60 حقة، ومن 61 إلى 75 جزعة، ومن 76 حتى 90 بنت لبون، ومن 90 إلى 120، من 91 إلى 120 حقتان، ومن 121 إلى 129 ثلاث بنات لبون، ومن 130 إلى 139 حقة وبنت لبون، وفي 140 إلى 149 حقتان وبنت لبون، وفي 150 إلى 159 ثلاث حقاق، وفي 160 إلى 169 أربع بنات لبون، وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون وحقاق، وفي 180 إلى حتى 189 فيها بنت لبون وحقتان، وفي 190 إلى 199 ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي 209 أربع حقاق خمس بنات لبون، وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. والحق أنا في الإبل ثلاثة حقوق: حق مبذول غير الزكاة وهو لا يمنع مار من حليبها والعار
دلو سقيها ويعار فحلها، وتعطى منها المنيحة مع بقاء ملكها، ويحمل عليها الحاج والمجاهد، كل هذا بدون مقابل، يبتغي بذلك رضا الله جل في علاه. الثاني فرض الزكاة، ولكن ليس من عيانها، من الخمس إلى عشرين، بل من الغنم. فالخمس زكاتها شات واحدة، والعشر زكاتها شاتان، وخمس عشرة زكاتها ثلاث شياه، والعشرون زكاتها أربعة. حق في أعيانها تخرج الزكاة منها إذا بلغ 25 فما فوق ذلك. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.